بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن إثبات نصب موقع أدوس أوكي. طبعا موقع أدوس أوكي كنت قد حذرت من الإيداع به، سواء كان الإيداع للاستثمار أو لسحب الأرباح، وذكرت لماذا أحذر من ذلك، فمن أراد فليراجع هذا الفيديو. الآن موقع أدوس أوكي له فترة طويلة جدا مختفي من الإنترنت. موقع أدوس أوكي غير موجود على الإنترنت بشكل مطلق، أي أن موقع أدوس أوكي قد نصب وانتهى أمره. والله يعوض خيرا من قام بالإيداع به للاستثمار، والله يعوض خيرا من قام بالإيداع به والسحب ولم يعطيه ما قام بسحبه، ولا سيما الذين قاموا بالإيداع به للاستثمار. وكنت ولا زلت دائما أقول لكم لا تستثمروا أو لا تضعوا كل أموالكم في موقع واحد، كما يقال لا تضع البيض كله في سلة واحدة. فأيضا نقول لا تضعوا أموالكم كلها في موقع واحد، بل نوعوا في المواقع، في مواقع التعدين، في مواقع التداول، في مواقع الاستثمار. نوعوا أموالكم بشتى الطرق، وكذلك لا تضعون أموال أنتم بحاجة إليها، بل ضعوا الأموال الزائدة عن حاجتكم. كذلك لا تضعوا الأموال إلا التي تتحملون أن تخسرونها، يعني إذا خسرتوها لا تؤثر بكم، لا تهمكم. لا تضعون أموال تؤثر بكم عندما تقومون بخسارتها. العمل على الإنترنت أو الاستثمار على الإنترنت أو التعدين على الإنترنت أو التداول على الإنترنت هي تجارة، تجارة على الإنترنت، تجارة عبر الشاشة. لا تضع كل ثقتك 100% في أي موقع مهما كان موثوق ومضمون وصادق 100%. ضع هناك نسبة شك تصل إلى 10% في هذا الشك، فأنت مهما كان له معلومات حقيقية ووجود على أرض الواقع، فمهما كان أنت تتعامل مع شاشة. للمعلومية التجارة بها ربح وخسارة كما هو على أرض الواقع بالضبط. حتى على أرض الواقع هناك ربح وخسارة في التجارة، وعندما تتعامل مع التجارة على أرض الواقع أنت أيضا تتعامل مع ناس قد لا تعلم عنهم شيئا لأول مرة تتعامل معهم. فتقوم لا تضع ثقتك كلها بهم، بل تتحرز. فكذلك في الإنترنت تحرز تحرز تحرز. ونحن هنا في قناتنا على الشبح للمعلوميات وفي مدونتنا على الشبح للمعلوميات، عندما نقوم بشرح أي موقع فنحن نشرحه للعلم به فقط. وعندما نقول أن الموقع صادق ومضمون 100% أو 1000% أو 1000000%، فهو في وقته صادق ومضمون 100% أو 1000000%. قد ينصب بعد يوم، بعد ساعة، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد أكثر، بعد أقل من ذلك، فالله أعلم. لكن عندما نقول أنه صادق ومضمون نحن نقصد أنه حاليا، عندما نقول أنه يدفع يعني حاليا وقت تسجيلنا لهذا الفيديو، فلا نعلم عنه إلى أين يسير فيما بعد. ربما يخسر ويقلق الموقع، ربما يخسر ويعوض المستثمرين به أو المعدنين به أو المتداولين به، وربما لا يعوض، ربما يتم اختراقه، يتم سرقة كل الأموال فلا يتم تعويض من يعمل به، ربما ينصب ويختفي من الانترنت كما هو أدوس أوكي، ربما ينصب ولا يقلق لكن لا يقوم يدفع
لا يدفع، في السابق كان يدفع ثم يصبح لا يدفع، ربما يكون هو نصاب من الأساس لا يدفع. فلا تقعون ضحية سهلة ولا لغمة سائغة لهؤلاء. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، نحن لا نضرب أحدا على يده ولا نجبر أحدا أبدا عندما نقول له عندما نقول لهم أن هذا الموقع صادق أو مضمون أو 100%. يدفع، فنحن نقصد بذلك أنه في الوقت الحالي الآن، فلا نعلم بمستقبلا بمستقبل هذا الموقع أبدا. فلا تنجرفون وراء كل المغريات، بل أنتم فكروا وحكموا عقولكم، فأنتم مسؤولون عن قراراتكم 100%. فلا تحملون أحد مسؤولية ما تتخذونه من قرارات، فلم يأتي أحد ويجبر أحد أنه لا بد أن تشترك بهذه الموقع. لا، أنت لديك عقل، فكر، ابحث في الإنترنت، سوف تجد آلاف الفيديوهات عن هذا الموقع وآلاف الفيديوهات التي تثبت سحب هذا الموقع، لكن كانت في وقته وليس الآن. الآن نصب، ويجب على الجميع أن يحذر من هذا الموقع، ونحن حذرنا معه قبل أن يختفي. من سمع تحذيرنا فنحن يعني حذرنا منه بأننا يعني ارجعوا للأسباب. نحن طلبنا سحب ولم يدفع لنا، قمنا بإعادة الاستثمار به ولم يعني إعادة استثمار الأرباح ولم يحسبها لنا، فحذرنا منه مباشرة، يعني لم ننتظر إلى حين أن اختفى الموقع من الوجود. وكان ينبغي على الجميع أن يقوم بالتحذير منه. مع الأسف الشديد البعض إلى الآن لم يقم بالتحذير منه بشكل مطلق من هذا الموقع، مع أنه اختفى من الوجود. أنا في الحقيقة لا أريد أن أحطمكم، لكن هذا هو الواقع في اللي نعيشه، ولا نعيش أنفسنا بوهم وخيال. أنا مثلكم أقول إن شاء الله يرجع، تكون يعني فترة صيانة، لكنه الآن تقريبا لا 20 يوم وهو مختفي الموقع، يعني غير موجود. أنا أتمنى يعني، وإن لم يرجع لم يرجع، ماذا أعمل يعني. على العموم كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو، وضع تعليق على هذا الفيديو، ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وفي أمان الله، في دروس قادمة إن شاء الله.